يتشكك دريوتون في صحة الرواية اليونانية، ولكن ريفيو يجعل من مجموعة بوكخوريس بداية عهد جديد في تاريخ القانون المصري القديم. والذي يجب أن يلاحظ هو أن ريفيو قد اعتبر جميع العهود السابقة على بوكخوريس عهودا رجعية. فاهم؟ فاهم طبعا. مش فاهم ازاي؟ اقراها تاني والنبي احمد. مخك زنخ يا استاذ، انا هفهمها لك بالبلدي. اسمع يا احمد، انت مش هاضم الكلام ده كويس قوي. طبعا يا قفل. خلاص فهمه لي بكره لحسن انا الصواميل زرجنت. كفايه بقى ارحمني. انت ايه مكنه؟ مين يا استاذ؟ ده انا هروح وهكمل في البيت كمان. انت اصلك بلطجي. هشوفك بكره في الكليه. بكره لحد يا اخي رايح سينما من 10. والله ما انت فالح، يبقى خلي السينما تدفعك. في حاجة يا فندم؟ نفسي، صدري طبع عليا، لو سمحت توصلني باب الشقة. حاضر. اجيب لك دكتور؟ لا ميرسي، لو سمحت تجيب لي معلقه الدواء من اللي هناك ده. حاضر. اجيب لك الدكتور احسن؟ لا ميرسي، دلوقتي هخف. اتفضل اقعد. متشكر. هو حضرتك ساكن هنا؟ لا انا باجي اذاكر عند واحد صاحبي فوق، ساكن فوق. ازاي صح؟ ازاي حالك دلوقتي؟ يا خبر. ايه؟ أنا نسيت أقدم لك حاجة. مفيش داعي. لا، لازم أقوم أعمل لك فنجان قهوة. لا معلش. مش ممكن. مفيش حق وانت تعبانة. لا انا بقيت كويسة دلوقتي. متشكر. مية؟ لا متشكر. والحالة اللي عندك دي بيجيلك كتير؟ من ساعة ما مات بابا، مات فجأة وهو بيصلي، كنت قاعدة جنبه بذاكر. باية في حياتك. ميرسي. وحضرتك قاعدة هنا لوحدك؟ أيوة، أنا وحدانية. بعد ما مات المرحوم بابا سبت ميت غمر وجيت قدمت على وظيفة. أصل أنا معايا شهادة الفنون الطرزية. وحضرتك هتقعدي لوحدك هنا على طول؟ نو، هبعت لطنط تيجي تقعد معايا. متشكر أوي. هنيا يا أخوي، ميرسي. ده بن طعم أوي. أنا ما بشربش قهوة إلا نادر، لكن عمري ما دقت قهوة زي دي. بالهنا والشفا. أعمل لك فنجان تاني؟ لا متشكر، أنا قلت لحضرتك إن أنا مش كيف. أشوف لك البخت. هو حضرتك بتفهمي في الفنجان؟ شوية.
الدادة بتاعتي الله يرحمها علمتني. مسكينة. يا سلام، فنجالك هينطق. نعم. السكك كلها مفتحة قدامك، بس في حاجة شغلاك قوي، إنما هتنقدي بعد نقطتين. إيه هي يا ترى؟ ده لازم الامتحان. يبقى هتنجح إن شاء الله، بس ما تنساش الحلاوة. من عينيا. حاضر. وقدامك يا سيدي مركز كبير قوي هتنوله بعد 4 نقط. يا ريت. وهو أنت قاعد أهو على كرسي عالي والناس واقفة لك زنهار. فين؟ أهو. ما أنت شايف الروب الأسود؟ ولا الشريط الأخضر هياكل من كتفك حتة. وكيل نيابة. والمستشار. وفي يا سيدي واحد من دمك اتمنى لك الخير وعايزك تبقى سيد الناس، طويل وعريض. ده يبقى عود اخويا. واحدة يا سيدي من دمك سمرة وشعرها اسود. تبقى لازم دولة. مالها؟ بتعزها وبتعزك. ما هي بنت خالتي. بس كده؟ اي والله بس كده. يا شقي. لا والله دي خطيبة عود اخويا. بس يا سيدي فنجالك يفرح. شمع من قد وجمعية ناس والسعد قدامك مطرح مطروح. متشكر قوي. ده انت هايلة. مش قوي. استأذن انا بقى. ما لسه باكل. لا معلش اصلي عندي مذاكرة. طيب انا ما احبش اعطلك عن مذاكرتك. مع الف سلامة. الله يسلمك. الله رايح فين؟ الباب اهو. صحيح لا مؤاخذة. معلش. انست وشرفت. يا اختي مش بعادة. احمد اتأخر قوي. زمانه جاي يمكن يتشغل في مذاكرة. قلبي بياكلني يا بنتي. ولاد الحرام كتير. مالكيش حق يا خالتي. هو احمد بتاع الكلام ده. يلا سوقك يا احمد. خير يا ماما. مساء الخير والسعادة يا أحمد. اتأخرت قوي يا ابني. أصل الروماني. روماني؟ عاصم ما كانش فاهم. عد فاهم تقول. الأتوبيس اتأخر. اتأخر. قعدت استناه 3 ساعات. ولما جه خرب السكة. نزل. نزوق. احمد سيبي دلوقتي يا خالتي، باين عليك تعب من المذاكره. خش يا احمد استريح على بال ما احضر لك العشاء.